السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة. إن شاء الله مع بعض بنكمل في اختبارات كتاب المعاصر للـ20 امتحان النهائيين. النهاردة هنحل أكتر من نموذج، هناخد اللي تشوز في معظم النماذج لتسريع الوقت بس وبسرعة. هنشوف مع بعض question number one. It is great responsibility to a country. Responsibility to a country. Responsibility ده noun اهو، مسؤولية عشان تعمل ايه في البلد، يبقى to solve ولا prevail ولا miss. لا، to rule a country دي مسؤولية كبيرة جدا، مش أي حد يقدر يتحمل. After walking in the fields for a long time, we hurried home before it. طلعنا نجري للبيت before it ايه؟ Before it gets dark. Ahmed, an English course. Okay. Last month before traveling. يبقى أحمد عمل إيه؟ Did a course. After operations, the doctor gave him some medicine. Gave medicine. إداله دواء. علشان يعمل إيه في البين؟ Pain يعني ألم. يبقى to cool his pain. Cool his pain. يخفف الألم. يطبب الألم. The snake's bite. عضة التعبان دي. Made him إيه؟ For some time. العضة دي اتعملت في ايه؟ Made him unconscious. Unconsciousness اللي هو فقدان الايه؟ الوعي لفترة من الفترة. Don't continue working without taking a rest or you will be exhausted. You will be exhausted. The antonym of continue. عكس كلمة ايه؟ continue. هنا معناها ايه؟ بقول لك don't continue، وتستمرش في الشغل من غير ما تاخد راحة، يبقى عكسها كلمة ايه؟ stop. Number seven، بنقول don't interrupt your sister while studying. The synonym of interrupt. ما تقطعش اختك وهي بتذاكر. Synonym of interrupt. معنى كلمة interrupt هنا disturb. Disturb يعني يزعج. Most of my clothes are made cotton. كل ملابسي أو معظمها مصنوعة من القطن، يبقى made out of. Her phone call we wouldn't have known the truth. ما كناش هنعرف الحقيقة. خلي بالك حالة كام دي؟ أدي would وهاب وتصريف تالت، هتبقى حالة تالتة. يلا ارجع للحالة الثالثة وشوف هتنفع ايه. طب اجيب مثلا as long as her phone call، تنفع؟ لا، ده هنا her phone call اسم اهو، جملة اسمية. close اهو، ينفع اجيب هنا في لازم بعد as long as محتاج فاعل وفعل ومفعول واكمل الجملة. طب unless محتاج جملة كاملة. in case of في حالة her phone call، في حالة اتصالها، لا. ايه اللي هيجي في الحالة الثالثة؟ هاخد كلمة but for. but for يعني لولا التليفون بتاعها، لولا الاتصال بتاعها ما كناش عرفنا الحقيقة. A new edition of the dictionary. الطبعة الجديدة من القاموس ده 2 weeks ago. منذ ايه؟ منذ اسبوعين. يبقى على طول هناخد كلمة was published. was published اللي هي نشرة، بتساوي كلمة ايه؟ came out. ساعتها لو انت فاكر قلنا ان came out ما بتجيش بقى في المبني للايه؟ للمجهول. هنقول ان القاموس طلع، الطبعه طلعت، المسرحيه الجايه طلعت، لكن لما تيجي كلمه published تبنى لمبني للايه؟ للمجهول، هنقول was published. I read a novel. قلنا لما يجي القصه اللي فيها او المقال اللي فيه هناخد كلمه in which. وقفنا مع بعض كتير في which دي واحنا بنشرح، وقلنا فعل الحرف الجر بيجي بيتناسب مع فعل الجملة الموجودة انت فيه. There is a space in the car for you to come with me. الحالة هنا إيجابية ولا سلبية؟ إيجابية. في مكان، space هنا يعني فضاء، مكان فاضي، تيجي معايا في العربية، يبقى there is enough space. There is enough space. Number 13, the shopkeeper. The shopkeeper صاحب المحل. His customers to have good officers the following week. يبقى عمل ايه للزبائن بتوعه؟ promised. promised وعدهم. After examining the patient، بعد ما فحص المريض، the doctor decided that. الدكتور اقر او قرر ان that he must
that he must get his medicine repeated. لازم الدواء يتكرر. If the waiter, لو الجرسون, the order he would have served it at once. نفس الحالة, would و have وتصريف ثالث, يبقى حالة كام؟ حالة ثالثة, خلاص حالة ثالثة, يبقى ماضي تام, had had. Having my quiz would mark it. Having بيجي بعديها تصريف ثالث أو been, والتصريف الثالث يبقى ناخد been done. Okay. ده كان التشوز في النموذج الخامس. هنشوف مع بعض الـ MCQ في النموذج السادس. لو في أي حاجة واقفة قدامك أنت تبعت لي رسالة في أي سؤال أنا هحله لك إن شاء الله. بنشوف number 6. Qualification given to someone who has successfully finished a university course. Successfully finished. بالفعل هو خلص الكورس, خلص الشهادة, خلص الحاجة, يبقى ده حصل على إيه؟ حصل على degree. degree اللي هي الشهادة العلمية, هي المؤهل اللي انت خدته. كلمة qualification مؤهلات هتساوي إيه؟ الشهادة والدرجة العلمية. I may a picnic with my friends next week. يبقى I may have. You should your best to come first next exam. لازم تعمل كل ما في وسعك عشان تبقى الأول إن شاء الله في الامتحان. المصطلح اللي انت فاكره كان بيقول do your best. After the earthquake they logged everywhere for anyone who was. بعد الزلزال بيدوروا في كل مكان على مين؟ anyone who was alive, أي حد ما زال على قيد الحياة. سحر is sociable that she is known to everyone at school. اجتماعية جدا, معروفة جدا. The antonym of sociable, عكس كلمة sociable, solitary. Do you think he can achieve any progress relating to this subject? Subject هنا جاية بالنسبة لهذا الموضوع. Do you think he can achieve, ممكن يحقق أي تقدم بخصوص الموضوع ده؟ معنى كلمة achieve هنا معناها إيه؟ install ولا ignore ولا other؟ هناخد كلمة follow fill اللي هو يحقق أو يثمر أو يتوصل إلى نتيجة. His ancestors bought roots جذورهم in Alexandria and lived there for hundreds of years. معروفة جدا المثال ده, كان موجود في أكثر من امتحان. Bought down roots, يضع أصوله أو يضع الجذور. The rice in this bag is sold. You can take from that bag. الرز اللي هنا متباع, خد من الشنطة الثانية, يبقى ناخد كلمة all the rice. Amir had done shopping. أمير عمل التسوق. أدي had done, ماضي تام. Going home. يبقى ناخد كلمة before going home. المفروض القاعدة بتقول ماضي تام, ماضي بسيط. طيب عند غياب الفاعل يبقى بعد before هيجي فعل في الاي ان جي والجملة ماشية زي ما هي. Your manager was angry because he phoned you 5 times yesterday and you didn't answer. I told him that you, أنا قلت له that you must have been sleeping. You must have been sleeping, أكيد أنت كنت نايم. You can't enter your room, ما تقدرش تخش الغرفة بتاعتك, because it now الآن, ومبني للمجهول, يبقى it is being cleaned now. My geography teacher asked me if Ottawa the capital of Canada. دي جملة حقيقة, يبقى is capital, مش تتغير الأزمنة. This coffee tastes very delicious. القهوة دي لذيذة جدا. Who it has been made by, بمن صنعت, بواسطة من. You would have paid fine. هنا a fine يعني تدفع غرامة, انت هتدفع غرامة. ادي would و have و paid, حالة تالتة. If it is your apology for the policeman,
لولا اعتذارك لرجل البوليس يبقى if it hadn't been for، لولا الاعتذار بتساوي كلمة but for لهناك. You can call me، ممكن تتصل بيا في أي وقت. You won't even if، حتى لو كان نص الليل. ده بتكلم كده عن زمان ولا مكان؟ بتكلم عن زمان، يبقى you can call me whenever. You can call me whenever you want، في أي وقت أنت عايز. إن شاء الله هنقف هنا النهاردة وهنكمل مع بعض في نموذج تاني. بتمنياتي ليكم بدوام النجاح والتوفيق. مش بوصيك كل مرة، بأرجوك إن أنت الفيديو حتى لو ما كانش مفيد ليك شيره، يمكن ينفع حد غيرك. مع تمنياتي ليكم بدوام النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.